نحن معكم في لايف، السلام عليكم. ملف رئيسي وحيد للنقاش نتابع فيه. في يومه الرابع البعثة متفائلة بمجريات الحوار، وأعضاء يرفضون سرت مقرا مؤقتا للحكومة. أهلا بكم. نبدأ من المؤتمر الصحفي الأخير لستيفاني ويليامز، التي أشارت إلى أن خارطة الطريق توضح الخطوات اللازمة لتوحيد مؤسسات الدولة واستعادة الخدمات وبدء عملية مصالحة وطنية وعدالة انتقالية، إضافة لقضايا النازحين. وفضلا عن ذلك، فإن خارطة الطريق توضح أيضا الخطوات اللازمة لتوحيد المؤسسات الليبية واستعادة الخدمات العامة، وكذلك أيضا لبدء عملية مصالحة وطنية وعدالة انتقالية من أجل المعالجة السريعة لهذه القضايا التي تهم الأشخاص النازحين داخل البلاد وخارجها، والذين يجب أن يحصلوا على عودة إلى منازلهم على نحو آمن ويحمي كرامتهم، وكذلك أيضا يجب أن تكون هناك ضمانات لحقوقهم فيما يتعلق بالسكن والأرض والممتلكات التي يجب حمايتها. ستيفاني ويليامز أضافت خلال مؤتمرها الصحفي أن المشاركون توصلوا إلى اتفاق تمهيدي حول خارطة الطريق. واليوم المشاركون في ملتقى الحوار السياسي الليبي قد توصلوا إلى اتفاق تمهيدي حول خارطة الطريق من أجل إنهاء الفترة الانتقالية وتنظيم انتخابات حرة وعادلة وشاملة، وكذلك أيضا تنظيم أيضا انتخابات برلمانية ورئاسية ذات موثوقية. وقد قاموا بتوضيح الخطوات الواضحة من أجل الوصول إلى الانتخابات، بما في ذلك الاتفاق على الأساس الدستوري وفق العملية التي وضحوها، وكذلك الانتخابات سوف يتم عقدها في فترة لا تتجاوز 18 شهر. ضيوفي في هذه الحلقة الأستاذ علي جابر، صحفي ومحلل سياسي، ينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من مدينة بنغازي، وينضم إلينا لاحقا الدكتور صالح السيوي، أكاديمي مهتم بالشأن العام من مدينة مصراتة عبر الأقمار الاصطناعية بعد قليل. أبدأ مع حضرتك دكتور أو أستاذ علي جابر، مرحبا بك من جديد، تفاؤل كبير في البداية. هل البعثة الأممية نفسها هي مؤمنة بأنه بالفعل هناك انطلاقة لليبيا جديدة ستكون؟ بسم الله. هو طبعا بالتأكيد نحن جميعا نتمنى أن نكون متفائلين، وحقيقة يعني حنا تحدثنا حتى في السابق أن الوضع في ليبيا اليوم هو يدعو إلى التفاؤل، وأنا أحكي عن الوضع في الداخل الليبي وليس عن الوضع في قامرة أو في العاصمة التونسية. الحقيقة أن البعثة إلى الآن لم تدخل في الحوار الحقيقي الذي يستطيع أن نحكم من خلاله هل هناك اتفاق أو لا اتفاق. كل ما تحدثت عنه أمس وأن وصلوا له خلال الثلاث أيام الماضية أنهم اتفقوا على ما هو متفق عليه أصلا، يعني أن تكون الانتخابات في مدة لا تزيد عن 18 شهرا. كان هناك الكثير من الليبيين من يطالبون حتى بأقل من هذه المدة، يعني يطالبون حتى بانتخابات سواء فورية أو بعد 6 أشهر أو بعد سنة. البعثة أوصلتها إلى 18 شهرا وقد تكون قابلة للتمديد، وهو شيء يعني معروف مسبقا وليس جديد. الاتفاق على تقليص المجلس الرئاسي إلى 3 بدل من 9 هذا موضوع يعني شبه متفق عليه من أكثر من سنة أو سنتين. أيضا أن أعضاء الرئاسي يختارون من خلال 3 مناطق الليبية جغرافيا أيضا شبه متفق عليه، يعني على الأقل من حوالي أكثر من سنة. أن يكون هناك رئيس حكومة منفصل أيضا هذا من نتاج الحوارات السابقة، يعني كل ما
نتج على الآن أو ما أعلنته ستيفاني رسميا هو أصلا متفق عليه من السابق، ولا يحتاج حقيقة لكثرة نقاش، لأن شبه باقي النقاط التي تتسرب الآن يعني هي التي محور النقاش. لم توضح ستيفاني بالضبط هل تم الاتفاق على أن تكون حكومات المرحلة الانتقالية سواء الرئاسية أو الحكومة أن يكون مقرها في مدينة سرت التي يتم الآن تأمينها من خلال الشرطة. من خلال طيب مفادنا من 218 تحديدا في هذه النقطة أستاذ علي، اعذرني على المقاطعة، مفادنا إلى تونس موجود هناك عند قاعات الحوار، تحدث عن أن هناك رفض من قبل بعض الأعضاء لأن تكون سرت مقرا مؤقتا للحكومة. نعم، وسربت أيضا فوق من وسربت أيضا وثيقة كان العرض على كذا موجودة فيها أن مقر الحكومة ومقر المجلس الرئاسي في طرابلس، والبعثة في معرضها في الأساس في البداية كان موضوع نقاط في مكان المدينة لم تحدد سرت علنية، فتركتها مفتوحة للمتحاورين. الوثيقة التي سربت أمس والتي أردت البعثة بأنها مزورة على موقعها على الفيسبوك كانت أيضا ما موجود فيها أن الحكومة ستكون موجودة في طرابلس. وأعتقد أن ما تحدث عنه مراسلكم وما سيتحدث عنه أن في مجموعة رافضة لأن تكون الحكومة في سرت، خاصة أن هذه المجموعة ما وراء هذا الرفض أن تنجح لجنة لماذا التعنت؟ لماذا هذا الرفض؟ نعم. أستاذ علي، هو ما أتحدث عنه الآن. حقيقة في مجموعة من خاصة من الإسلام السياسي المسيطر على مدينة طرابلس كان يعتقد أن لجنة 5+5 لن تستطيع التوصل إلى اتفاقات بخصوص إخلاء مدينة سرت من المظاهر المسلحة، وأن يتم تأمينها بقوات شرطة مشتركة من الطرفين، وأن تشكل غرفة عمليات مشتركة، وأن تحل مشكلة خطوط التماس، وأن تعود سرت مدينة آمنة للطرفين. وبالتالي هم لم يكونوا يتوقعون هذا النجاح. الآن لما شافوا هذا النجاح على الأرض وشافوا أن لجنة 5+5 انتقلت واستقرت في سرت، وشافوا أن ضباط الجيش من الطرفين يلتقون بالأحضان في مدينة سرت ويتناقشون بحرية كاملة، وأيضا اتفقوا حتى على البوابات التي ستكون موجودة وعلى أعداد الأفراد الموجودين فيها، وأيضا اتفقوا على فتح الطريق الساحلي المار ما بين سرت إلى مصراتة ثم إلى الغرب الليبي. هذه النقاط حقيقة الإسلام السياسي لم يكن يتوقعها وفوجئ بها، وبالتالي الآن أصبح يتراجع حتى ما كان يقول عنه في موافقة على أن يكون الانتقال في سرت، ويعلم أن خروج الحكومة والمجلس الرئاسي من طرابلس إلى سرت يعني خروجها من تحت سيطرة ميليشياتها وخروجها من تحت سيطرة مؤسساتها التي مسيطر عليها. أيضا خروج الحكومة وخروج المجلس الرئاسي يعني بالضرورة خروج المؤسسات السيادية الأخرى التي الآن يتم ابتزازها من خلال هذه الميليشيات، يعني سواء ولكن تحديدا هذه النقطة يعني خروج بعض المؤسسات أستاذ علي، هذا ليس من الضرورة إن خرجت الحكومة تخرج المؤسسات، صحيح؟ لا مثل ليس ضرورة، لكن هذه المؤسسات أغلبها يسترد على التعليمات من الحكومة، يعني يسير من خلال تعليمات الحكومة ومن خلال تعليمات الرئاسي. إذا خرجت الحكومة من تحت سيطرة الميليشيات هذه المؤسسات ستجد نفسها أيضا تنفذ في قرارات صادرة بمبعد عن هذه الميليشيات، وبالتالي أعتقد أن حتى المؤسسات هذه وبالذات يعني مؤسسة النفط قد يكون خروجها من طرابلس وارد جدا، لأن في حقيقة عناصر كثيرة تطالب بخروجها حتى لو بقت في المنطقة الوسطى مش في بنغازي، لكن خروجها من طرابلس حتى هو وارد. ممكن المصرف المركزي فقط اللي هو يحتاج أن يكون موجود في طرابلس، لكن خروج الحكومة وخروج المجلس الرئاسي يجعل أيضا أيادي الميليشيات تغل حتى عن التأثير عن هذه المؤسسات السيادية الأخرى. طيب بالتحديد أنت تتحدث عن مؤسسة النفط، ماذا يعني خروج مؤسسة النفط من طرابلس؟ بالنسبة لي أعتقد أن أول خروج مؤسسة النفط يجعل المؤسسة في حد ذاتها أكثر حرة في التعامل. يعني الآن المؤسسة عليها ضغوط كثيرة، ونحن شفنا السيد صنع الله خلال الأيام الماضية وهو يتحدث بمرارة رغم حل كل المشاكل المتعلقة بالحقول وبالموانئ النفطية ورفع القوة القاهرة عنها وارتفاع
صادرات النفط الليبي إلى المليون واقترابها حتى من المعدل الطبيعي اللي هو 1,200,000 برميل، إلى أنه لا زال يعاني من نقص إمداد المؤسسة بالأموال اللازمة لتشغيلها والمواد اللازمة لصيانتها والمواد اللازمة التي تمكنهم من رفع القوة الإنتاجية للحقول النفطية. هذه المرارة تأتي من صيدرة هذه الميليشيات على المقدرات المالية الموجودة في طراب، سواء من خلال المصرف المركزي اللي واضح أن في خلاف بينه وبين صلع الله، وبالتالي لا يسيل للمؤسسة نصيبها أو حصتها التي تمكنها من العمل، وأيضا باقي الشركات النفطية الكبرى اللي تتبع للمؤسسة إدارتها كلها تتعرض للمشاكل. لا تنسى أيضا أن وجود المؤسسة تحت الضغط الميليشيات يؤدي أيضا إلى أن يكثر عدد العاملين في المؤسسة بشكل غير مجدي اقتصاديا. يعني نحن عارفين أن المؤسسة في المقر اللي هي موجودة فيه تضطر لتشغيل أفراد كثيرين قد لا تكون في حاجة إليهم، لأن الميليشيات هي من تفرضهم عليها، وبالتالي يضطروا إلى قبول أعداد قد لا يكونون في حاجة إليهم، وهو ما يثقل كاهل المؤسسة. ونحن شايفين الآن لو تحدث مدير المؤسسة عن أعداد العاملين في المؤسسة اليوم ونقارنهم بأعداد العاملين في المؤسسة مثلا في 2010، حيكون الرقم يعني مبالغ فيه أو غريب جدا يعني. وهذا طبعا لا ينسحب على المؤسسة فقط، ينسحب على أغلب المؤسسات الموجودة في طرابلس. حتجد أن يعني أعداد العاملين فيها تضاعفوا بكثرة فقط من خلال الابتزاز اللي بتمارس فيها الميليشيات على المؤسسات ومقراتها. طيب بالعودة إلى مجريات الحوار واللقاء الجاري في تونس اليوم، ما يجري من حوارات وما يخرج حتى هذه اللحظة من تسريبات، يطمئن أم العكس؟ والله يا سلام مبروك، ما قدرش نقول لك بالضبط. أنا يعني تقديراتك الشخصية، أتمنى أن أكون متفائل ونتمنى أن يكون نحن كلنا متفائلون ونحن نتمنى المضي قدما في هذه الحوارات، ولكن التسريبات يعني أعذرني بس التسريبات والتصاريح هي البعثة الأممية من خلال ستيفاني ويليامز متفائلة، وبالتالي نحن كلنا متفائلين، ولكن التسريبات ووجود بعض التصريحات غير متفائلة. يعني هنا الآن هو التداول وإبداء الآراء أيضا موضوع ديمقراطي، ولكن يطمئن أم العكس؟ والله قلت لك نحاول نكون متفائلين، لكن يعني في مؤشرات حقيقة توحي بحاجتين، يا أما أن ستيفاني حتى تتدخل وحتفرض آراءها على الموجودين بغض النظر عن انتماءاتهم وعلاقاتهم، وبالتالي ما تراه هي أو البعثة الأممية ستنفذه، أو أن هناك خلافات ستحصل. يعني إلى الآن مثلا الحوارات وفق المسرب ما زال النقاش حول هل يتم تسمية الأعضاء بشكل فردي أو يتم تسميتهم بشكل قوائم، وعلى المجتمعين يختاروا قائمة من بينها القوائم الثلاثية مثلا، أو أن يختاروا كل عضو على حدة. أيضا يعني حقيقة للأسف إلى الآن في أسماء يتم تداولها ما بين في التسريبات، وهي أسماء لا تنبئ بالخير بالنسبة للشارع الليبي. أيضا طريقة تعامل البعثة في أن تشكل مجلس جديد، يعني إحنا الليبيين كنا نعانوا من الانقسام في وجود المؤسسات الحالية، يعني سواء انقسام الدولة إلى شرق وغرب، سواء انقسام الحكومة إلى حكومتين الوفاق والحكومة المؤقتة، سواء الانقسام الأخير اللي حصل حتى في مجلس النواب أن في مجلس نواب ومجلس موازي، سواء في مجلس الدولة الجسم الجديد اللي أنشأ الصخيرات دون توضيح حتى بالضبط ماذا هو وماذا يشكل. اليوم البعثة تنشئ مجلس جديد سمتها ملتقى الحوار من 75 شخص اختارتهم هي بمعرفتها، سواء كانوا الأشخاص جيدين أو غير جيدين، لكنهم لم يختاروهم الليبيين حتى يتحولوا إلى مجلس وصاية أو إلى مجلس تشريعي. يعني حقيقة أن يتحول ملتقى الحوار بدل من يكون ملتقى داعم للبعثة في خلال فترة أسبوعين أو 3 أسابيع في الحوار وأن ينتج عنا ما يمكن أن تتبناها البعثة، أن يتحول إلى مؤسسة دائمة تعتبر كأنها مؤسسة وصاية، بحيث أنها تتدخل في حال عجز مجلس النواب عن أو لم يوافق على اعتماد الحكومة، يتحول هذا المجلس الملتقى إلى بديل عن مجلس النواب، أو يتحول إلى بديل عن المجلس الرئاسي، ويتحول حتى إلى بديل عن الشعب الليبي في أن يختار ما يراه مناسبا لمستقبل هذا الشعب. وشفنا حتى آلية التعامل، يعني حتى
للأسف الشديد لما أحد أعضاء هذا الملتقى أصيب ونتمنى له الشفاء بالكورونا، قامت البعثة بشكل مباشر باختيار بديل عنا وفقا لضوابطها هي، دون يعني دون الرجوع إلى أي مؤسسة من المؤسسات، بمعنى وكأن هذا الملتقى الجديد هو جسم استيفاني، والبعثة حرة في أن تختار من تراه مناسبا، وحرة حتى في استبدال، يعني حتى لو بكرة مجموعة من هذا العناصر انسحبوا أو لم يعجبهم الأداء، ممكن البعثة جدا تستبعدهم وتكلف بديل عنهم. أعتقد أن هذا الملتقى كان ينبغي أن يكون ملتقى لمساعدة البعثة في الوصول إلى حلول معينة، ثم ينتهي دورة بعد انتهاء، ولكن هو من الأساس هناك مشكلة في الأسماء. هم 75 يتفقوا الآن. نعم هناك هناك مشكلة في الأسماء. هي في نعم تفضل. أي طبعا في مشكلة في الأسماء، يعني أكيد سواء حتى أسماء 75، صحيح أن فيهم أشخاص وطنيين وفيهم أشخاص لا يمكن التشكيك مثلا في وطنيتهم، فيهم أشخاص أيضا تواجدوا من أجل إيجاد حل للمشكلة، يعني نحن فيهم حتى أصدقاء لنا ونعرفهم شخصيا، وبالتالي لا يمكن نقلل منهم. لكن بشكل عام هل 75 يعني عدا الممثلين لجماعة الإخوان المسلمين، الباقيين لا يمثلون حتى جماعات أو تيارات أو أحزاب أو تنظيمات معينة أو مؤسسات معينة، هم أفراد يمثلون أنفسهم بآرائهم الخاصة، وبالتالي قدرة هذه الأفراد على التأثير على الأرض. أستاذ علي، يعني المشكلة ستظل قائمة، بالتالي هم أفراد إن كانوا لا يملكون تأثير على الأرض فما الفائدة؟ يعني هي ممكن البعثة مستندة أن هالأفراد الذين نحن نقول عليهم لا يملكون شيء على الأرض يكون وراءهم الموجودين على الأرض، أو كأنهم مندوبين عن الآخرين، لكن واقعيا البعثة تحاول أن تستغل الوضع الموجود على الأرض. الوضع الموجود على الأرض هو وضع مناسب الآن، يعني الأطراف العسكرية قاربت على الاتفاق على أشياء كثيرة، الأطراف السياسية أصبحت قابلة للجلوس مع بعضها، وأصبح الحوار مسألة بسيطة وطبيعية. يعني احنا شفنا مشاكل كبيره انحلت خلال المده الماضيه، ممكن كثيرين كانوا يعتبروها مستصيه على الحل، يعني شفنا كيف تم حل مشكله النفط وبدا التصدير دون اي اشكاليات، شفنا الخمسة زائد خمسة تمكنت من الاجتماع في غدامس ثم في سرت بدون اي اشكاليات، شفنا الخطوط الجويه كيف عادت ما بين طرابلس وبنغازي بدون اشكاليات، الان الطريق الساحلي سيفتح خلال هاليومين ايضا بدون اشكاليات. اذا الارض وفرت بيئه مناسبه لهالأطراف أن تتداول في الموضوع بحرية، يعني عطت انطباع، يعني المسيطرين على الأرض عطوا انطباع للبعثة الأممية أن هم جاهزين لأي حل يتفقوا عليه الليبيين، يعني لن تكون هناك أو القوى المسيطرة على الأرض لن تكون معارضة إلا إذا نتج عن هذا الاتفاق أشياء غريبة جدا أو أشياء غير مقبولة للغاية كما حصل في اتفاق الصخيرات. يعني نحن الآن في حالة كما حالة صخيرات، حتى في حالة صخيرات في البداية كان الليبيين كلهم متفائلين بالحوار ما بين مجلس النواب وبين المقاطعين والموجودين في طبرق، وكانوا متفائلين أن سينتج عنا حلول، لكنهم فوجئوا في الفترة الأخيرة أو في نهاية آخر يوم فوجئوا بتشكيل مجلس رئاسي من 9 أشخاص بأشخاص غريبين لم يختارهم لأي من الطرفين، وبأشخاص عليهم مآخذ كثيرة، وبالتالي حتى 9 اللي اختيروا المجلس الرئاسي لم يستطيعوا أن يتوافقوا فيما بينهم، ولم يستطع المجلس الرئاسي أن يعمل بكامل قوته اللي تم اختيارها في الصخيرات، ونتج عن مع الوقت استقالة أحد الأعضاء وامتناع 3 أعضاء الحضور، وأصبح المجلس يسير بنصف عدد الأعضاء اللي اختارهم الصخيرات. فنحن الآن متفائلين، لكننا بانتظار اليوم الأخير لنرى ما هي القرارات ونقيم هذا المؤتمر بناء على ما يقر في يوم الأخير. نعم طيب أستاذ علي، رحب معي بالدكتور صالح السيوي، أكاديمي مهتم بالشأن العام، ينضم إلينا الآن عبر خدمة الأقمار الاصطناعية من مصراتة. مرحبا بك دكتور صالح، شكرا لوجودك معنا في هذه الحلقة من لايف. أولا، حجم الأمال المعلقة اليوم على ملتقى الحوار، هل نحن أمام مقاربة جديدة أم مجرد تدوير للأزمة؟ تفضل. أهلا بك أستاذ عبد الحكيم وضيفك الكريم وبمشاهديك الكرام. نحن الآن أمام موضوع يستحق التوقف والتفكير فيه بجدية. الآن نحن أمام 75 شخص تم اختيارهم من قبل المبعوثة الأممية للاجتماع في تونس.
الأمر ليس بمشجع، يعني حقيقة الأمر على الأرض كما قال ضيفك الكريم هي مشجعة كما يبدو، هدوء دائما في على كافة الصعد، ونية عامة عند الناس ورغبة عند الجميع بإيجاد حل. ولكن لا أرى في هذا السياق أنه سيقدم حلا مجزيا. المجتمعون الآن في تونس لا ندري بالضبط ما هي المعايير التي اتبعت لاختيارهم، هل هم يمثلون بالفعل الناس في ليبيا أم أنهم مجرد أشخاص تم اختيارهم بطريقة أو بأخرى. الأمر الثاني أن احتمال اتفاق 75 شخص يجتمع في قاعة واحدة احتمال صعب المنال، يعني لا يمكن لهؤلاء الناس أن يجدوا اتفاق بشكل سريع أو آخر بين شهر أو شهرين. الموضوع الأكثر أهمية ماذا بعد، ماذا بعد اتفاقهم؟ إن السيناريو المقدم الآن أنهم سيكونوا هم بمثابة مجلس تشريعي وسيتم تعيين حكومة ومجلس رئاسي وكل هذه الأشياء، لكن هل بالإمكان الحصول على ما يتم الاتفاق عليه وإن كان مستبعد أن يتفقوا بشكل سريع؟ هل سيعتمد مجلس الأمن ما يصدر عن هذا المؤتمر من أسماء وغيرها؟ أنا أستبعد أن يتم اتفاق مجلس الأمن على هذا الموضوع، فالظروف في مجلس الأمن معروفة والتجاذبات كبيرة. لماذا تستبعد دكتور صالح؟ أستبعد لأن الأمر يتعلق بموافقة بين جميع أعضاء مجلس الأمن على مخرجات هذا الحوار. أعتقد أن اليون كان أكثر نشاطا، أكثر حيوية، والظروف في ذلك الوقت في ظروف الصخيرات كانت مناسبة أكثر مما هي عليه الآن، فتم الاتفاق بين جميع أعضاء مجلس الأمن في ذلك الوقت بما فيهم روسيا. ولكنني لا أعتقد أن الخطوة التي ستقوم بها المبعوثة المكلفة لاحقا ستكون بدون عقبات، لا سيما وأن المبعوثة نفسها ستنتهي فترتها في 20 من هذا الشهر أو شيء من هذا القبيل، فالموضوع فيه الكثير من الغموض. طيب أستاذ علي، ما رأيك في هذا الطرح؟ طبعا هو طرح الدكتور صالح يعني وارد جدا، وإن كنت أميل إلى أن مجلس الأمن سيعتمد الإجراء تم، لأن نعلم أن استيفاني لا تشتغل من رأسها، يعني هذه عنصر لا يشتغل حقيقة من رأسه، ويشتغل وفقا لما يصل إليه من مبعوثي الدول الكبرى، ونحن شفنا أن حتى في تونس سفراء الدول الكبرى موجودين بقربها ومتابعين لجلسات الحوار، وبالتالي هم يعلمون ممكن أكثر منا نحن حتى عن النتائج التي سيخرج بها المؤتمر. وأعتقد أن العالم هو اللي أجبر الجميع على الجلوس هذه الجلسة، وأعتقد أنا أيضا لازلت أحمل القناعة أن 75 هم فقط، يعني مع احترامي الشديد لأشخاصهم، هم فقط مجرد كومبرس أحضرته ستيفاني لتمرير هذا الاتفاق الذي سيكون معد من العواصم الكبرى وليس من إعداد الليبيين المجتمعين في تونس. هذه حقيقة قد تظهر حق صحتها من عدمها فور عودة الأشخاص 75 إلى مدنهم وفور الاستماع إلى آرائهم فيما حدث في تونس. طيب هناك أستاذ علي، هناك حديث عن وجود شخصيات في نفس الفندق المنعقد فيه الملتقى تحاول تقديم أسماء وتدعم بعض الأسماء على أخرى، هذا الوجود لبعض الأشخاص ألا ينسف الحوار؟ وأعتقد أن يعني شفتنا حتى في كم امتعاضات حتى من الحاضرين من 75 يمتعضون من وجود حتى مجموعة الحوار تاع الإنساني في جنيف
يقولون أن عناصرهم موجودة وأنها تشتغل لصالح أسماء معينة. أيضا هناك كثير من التسريبات، وإن كنا حقيقة لا نستطيع أن نجزم بصحتها من عدمها، تتحدث عن اتصالات وعن أموال معينة ووعود مادية معينة في اتجاه دعم عناصر معينة. لكن أنا أعتقد أن كل هذه العناصر تأثيرها سيكون أقل من تأثير الدول الكبرى على استيفاني ذات نفسها، ومن تأثير استيفاني على 75. نحن مثلا الأمس في المؤتمر الصحفي لو تتذكر تحدثت استيفاني عن أنه تم اختيار لجنة من 11 شخص ممثلين لما عبرت عنه هي عن كامل 75. هل 11 هذوم هم لجنة الصياغة وهم لجنة العرض وهم اللجنة التي يعني تخفف بدل من 75 كاملا يصبح 11 هم كأنهم لجنة صياغة المقررات، وهل 11 يعني نشرت أسميهم في التسريبات؟ وبالتالي أعتقد أن هل 11 هم المناط بهم تمرير ما تريده البعثة على باقي 75. أعتقد أنك وكأنهم أبطال المسرحية التي تجرى الآن في تونس، والتي نتمنى أن نستمتع نحن بخاتمتها وأن لا نحزن في الخاتمة إن شاء الله. شكرا جزيلا لك، أعجبني وصفك، ولكن شكرا جزيلا لك أستاذ علي جابر على كل هذه المعلومات التي تفضلت بها. أعود إليك دكتور صالح الآن، أي دور لدول الجوار في تثبيت الأمن والاستقرار في ليبيا من خلال هذا المؤتمر تحديدا؟ بالتأكيد أن لدول الجوار أهمية كبيرة في استقرار الأوضاع في ليبيا أو حتى في تصعيدها. يعني دول الجوار كثير منهم لعب دور سلبي على الساحة الليبية خلال الفترة الماضية، وسنكون سعداء إذا كان لدول الجوار إما أن تلعب دورا إيجابيا أو أن تتوقف عن التدخل في الشأن الليبي. الآن يبدو أن أوراق اللعبة كلها ليست في يد دول الجوار، أو الأوراق أصبحت في يد روسيا والولايات المتحدة، تركيا، فرنسا. إذا لن يكون هنالك دور، بل سيكونون أيضا هم أدوات لتلك الدول سواء تدخلوا سلبا أو إيجابا في ليبيا. ولذلك نرى الكثير من النشاط الآن بالنسبة للمجلس الرئاسي وغيرهم إلى سعي لتحسين علاقاتهم هنا بمصر أو بغيرها، ولكن لا أرى أن هذه الأمور لها دور فاعل أساسي. الفاعل الأساسي الآن هي روسيا وتركيا والولايات المتحدة وفرنسا. إذا استطاعوا يجدوا صيغة ما لتأكيد للحفاظ على مصالحهم في ليبيا وأيضا مساعدة الشعب الليبي في الخروج من هذه الأزمة سنكون سعداء. سبب التدخل الأجنبي في ليبيا بالتأكيد أن الليبيين مسؤولية كبيرة في هذا الموضوع، فهم الذين مهدوا الطريق أو استدعوا تلك الدول أو لجأوا إليها لأجل مساعدة هذا الطرف أو ذاك في ترسيخ سلطته. إذن الأطراف الإقليمية الآن ألا نحس بأنها منحسرة؟ تكتفي تونس باستضافة النشاط الأممي في على الساحة الليبية، ويكتفوا الآخرين ببيانات بين الفينة والأخرى، ولكن لا نرى لهم دور فاعل، لأنهم يدركون جيدا أن دورهم سوف يتضاءل أمام التدخلات القوى العظمى في ليبيا. طيب دكتور، بما أنك تحدثت عن التدخل الخارجي أكثر من مرة، إمكانية تطبيق حل ونجاح الليبيين في وضع حد للتدخلات مع إصرار هذه الدول أو بعض الدول في تمرير مشروعها على الأراضي الليبية؟ أعتقد أن الأمر بدأ ينفذ إلى حد ما، أن الأمر لم يعد في أيدي الليبيين سواء كان بطلب التدخل أو بطلب عدم التدخل.
الليبيين الآن ليسوا قادرين على فرض إرادتهم بأي طريقة أو بأخرى نتيجة للخلافات التي دبت بينهم. حتى رغم كل ما يحصل من تقدم خاصة في المجال العسكري هم غير قادرون. بالتأكيد أنا لا أرى أن الليبيين لا زالوا قادرين على قتال من الطرفين المتقاتلين. أصبحوا لا يريدون القتال، يعني حملت البنادق يتضاءلون شيئا فشيئا، والأمور لم يعد ذلك الحماس موجود في كل الأطراف، ولم يبقى أمامهم إلا ترك الأمر لقوى أخرى لتقرر عنهم مصائرهم. يعني الحرب استمرت لفترة طويلة ولم يستطع أي طرف من الأطراف أن يفرض الأجندة الخاصة به، ولذلك هي حالة ضعف وحالة هوان وحالة انكسار موجودة، وغلاء الأسعار ونقص السيولة وشظف الحياة في ليبيا جعل الليبيين الآن الكثيرين منهم الآن يعتقدون بأن وصلوا إلى درجة أن يشيدوا بمرحلة وجود معمر القذافي وكأنها كانت أفضل. إذن الموضوع في منتهى التعقيد، الدور الليبي يتضاءل شيئا فشيئا. الوجود الآن في تونس والأشخاص الذين ذهبوا إلى هناك ليمثلوا الليبيين هناك يؤشر مدى ضعف الليبيين، لأن حتى الشخص اللي هم موجودين الآن هم جاءت بهم صدف معينة أو ارتزاقات معينة أو سعي خاص منهم للوصول إلى هذا المكان. أما الصفوة الليبية القادرة على صنع القرار واللي لها المقدرة، أقصد النخب الليبية الآن، نجد انسحابها من الساحة، وما بقوا الآن إنهم إلا ناس وجدوا ساحة فارغة فاضية فذهبوا إلى هناك يتحاورون باسمهم. أنا لا أعتقد أن مخرجات تونس ستكون شيء. أنا أعتقد أن الدور سيظل حبيس السراج وحكومته، ولن يتم إنجاز شيء من قبل الأمم المتحدة في هذا السياق. فالأمم المتحدة مؤسساتها ينخرها الفساد أيضا، والارتشاء موجود والمحاباة موجودة من خلال معايشتنا للأمم المتحدة ومؤسساتها. نعم. في هذا البلد ليبيا. دكتور صالح، هناك تهم من قبل البعض أن البعثة الأممية تخطت صلاحياتها في ليبيا. نعم تسمعني الآن؟ نحن نستمع إلى حضرتك. سألتك ألو؟ عن التهم. نعم. التي وجهت للبعثة الأممية على أنها تخطت صلاحياتها في ليبيا. هذه التهم جاءت على اختيار لربما بعض الأسماء، وأيضا على موضوع الدستور الليبي. نعم، الأمم المتحدة بالتأكيد لا يوجد لها جوب ديسكريبشن. ما هو موجود، الكيان الليبي الآن يخلو من السلطات التشريعية والقضائية. يعني لا يوجد لدينا مجلس نواب، ولا يوجد لدينا سلطة قضائية من الممكن أن تؤطر لهذه الأشياء. فيه ضعف وترهل في كل الأشياء، ولذلك تجد أن البعثة الأممية عليها أن تؤطر لنفسها، أما أن نؤطر نحن لنفسنا ونقول أنه لا يجوز أو يجوز فذلك أمر صعب. الآن نحن الآن إذا فاز أحدنا بصورة فوتوغرافية مع الممثلة الأممية المكلفة يكون سعيد، بل إني سمعت والعاتبة على الراوي طبعا مجرد كلام فيسبوكي بأن أموال تدفع من أجل التقاط صور مع غسان سلامة أيام هو، يعني فكانت أموال تدفع بالمئات لأجل أشخاص يعني يلتقطون صورا معه. إذن نحن الآن في وضع هلامي، من الصعب جدا أن نقول أن البعثة الأممية تخطت
صلاحياتها أو تخطت الدائرة المرسومة لها، وإلا فكيف لها الآن أن تختار، وكيف لها أن لا تختار؟ يعني في الجانب الآخر لا يوجد بادي، لا يوجد جسم ليبي سيقوم بمثل هذه الأعمال ويتم الاتفاق عليه. مجلس النواب أين هو من هذه القضية؟ يعني الآن نحن نعرف ما هو مجلس النواب الآن، هو متشظي منقسم ومنتهي الصلاحية. السيد مجلس النواب، أعذرني فقط على المقاطعة، نذكر أنه أمس في بيانه ل112 عضوا خرج بعدة نقاط أبرزها أيضا حذر البعثة الأممية من تخطي صلاحياتها، تحدث أيضا فيما يتعلق باستمراريته وصلاحياته في رفض أو قبول الحكومة الجديدة. جميل، لكن ما تقوم به الآن البعثة الأممية هو استحداث مجلس تشريعي آخر من خلال 75 سيقومون مقام التشريعي. إذن أين هو مجلس النواب من هذا؟ ومن وجاي ربما يكون كلام مجلس النواب صحيح، لكن مجلس النواب غير موجود حتى يقوم بأعمال. يعني يقول مثلا تخطط البعثة الأموية صلاحياتها، ولكن من يقوم بصلاحيات مجلس النواب نفسه اللي الآن لا يستطيع أن يعقد اجتماع بنصاب من قبل أعضائه؟ فالموضوع يقولوا المال السايب يعلم السرقة، يعني عندنا كل شيء سايب ولا يوجد أحد موجود في الساحة. نحن نرى الآن السراج قابع في مكان ما في طرابلس ولا نرى له فاعلية على الأرض له ولحكومته. وبالإضافة إلى هذا في جهة أخرى لا نجد أشياء على الأرض تؤكد أن تلك الأطراف قادرة أو مؤهلة أن تشكل كيان تعتمد عليه البعثة الأممية في اتخاذ بعض قراراتها. ولهذا أصبحت العملية ابتداء من ليون، وأعتقد أن القرار الأساسي اللي أصدرت المحكمة في ذلك الوقت بعلاقة في أيام مجلس النواب وألغاء اللجنة فكرة لجنة 17 وغيرها، هذه خلقت نوع من الإرباك الحقيقي والإرباك التشريعي أو الشرعي الحقيقي في المؤسسات الليبية. يعني طيب. يأتيك من الخارج يريد أن يعرف شنو منظومة قوانينك وشنو وضعك حتى ينطلق منهم. حتى نغوص أكثر فيما يجري اليوم في اليوم الرابع من المحادثات في تونس، موفد 218 دكتور صالح تحدث عن أنه لجنة الصياغة تناقش بند الاختصاصات والقاعة العامة تناقش آلية اختيار الرئاسي، يعني المعايير التي سيتم النظر فيها فيما يتعلق باختيار المجلس الرئاسي الجديد. يبدو أنهم ذاهبون إلى وجود ثلاثة أعضاء أو شيء من هذا القبيل، ولكن المعايير التي سيتم الأخذ بها سهلة، لكن التسميات والأسماء هي المعضلة الكبرى. أيام الصخيرات جاءهم ليون بقائمة مكتوبة وتمت يعني الموافقة، واللي أساسا أعتقد اللي تمت موافقة الناس على السراج في ذلك الوقت كرئيس، وهذه قضية أساسية، هو عدم المعرفة بالشخصيات في ذلك الوقت. أما الآن فإن الشخصيات اللي هي موجودة الآن معروفة، وبإمكانك أن تنتقد أي منهم باعتبار أن له الكثير من الأخطاء السابقة، فالطعن في أي واحد سهل. يذكروا أن في الجلسة الأولى كان بيطلعوا ديباجة أو شيء من هذا القبيل في تونس ويتكلموا عن تأسيسا على 17 فبراير أو استنادا، فاللي حصل الخلاف هل نضع استنادا على 17 فبراير أو تأسيسا على 17 فبراير أو انطلاقا، فالكثيرين رفضوا انطلاقا
وذهبوا إلى تأسيسا. وهذه الكلمات البسيطة في بداية الدباجة أخذت منهم الوقت الكثير كي يتفقوا، ولكنهم لم يتفقوا. إذن لا أعتقد أن هناك بوادر اتفاقات فيما بينهم إذا ظهرت الأسماء. أنا الآن من مدينة مصراتة، كويس، ومدينة مصراتة لها دور إلى حد ما في التشكيلات المتعددة. لا أرى يعني اتفاق فيما بينهم على أي اسم. لو تقول لأي مواطن من مصراتة تقول له أعطني اسما تختاره من ضمن هذه الأسماء الموجودة في تونس، لا يتفق، أو ربما يضع واحد منهم الأقرب، ولكنهم لا يتفقون على شخص بارز، لأن المرحلة السابقة يعني محرقة، تم حرق كل الشخصيات التي تولت الصدارة، وأن ما يرونه الآن في تونس هو عبارة عن رسكلة أو إعادة تدوير لمواد مستهلكة. أيضا اللي موجودين الآن في تونس هم شخصيات مستهلكة خلال فترة 9 سنوات الماضي، ولهذا لا يمكننا أن نعتمد عليهم. الكثيرين يعتقدون بأن هؤلاء هم النخب السياسية في ليبيا. طيب، وهناك من يعتقد دكتور صالح، وهناك من يعتقد أن هذا المؤتمر بمثابة الحلقة الأخيرة لهذه الأسماء حتى تنتج مجلس رئاسي جديد وحكومة وحدة وطنية، بالتالي هو هذا الملتقى سيكون الملتقى النهائي لهم في ليبيا سياسيا. أعتقد أن هذا هو التوجه، ولكنني لا أرى، يعني هم لماذا لم يطلب من السراج الآن الذهاب إلى انتخابات؟ يعني شنو الفرق بين أنك أنت تشكل مجموعة زي الآن وأم أن نلجأ إلى انتخابات الآن يعني في ظل هذه الظروف؟ هي هادئة نسبيا يعني. فلا أرى أن زيادة مرحلة انتقالية بهذا الوضع وزيادة أشخاص آخرين يقوموا بمسرحيات معينة، وهذا ما أعتقده أنا الآن، أن مؤتمر تونس سيفشل وأنهم سيتم رجوعهم إلى مربع السراج وحكومته ويواصلوا من ذلك المسار، لأن مخرجات الصخيرات على ما فيها من عيوب لكنها أكثر انضباطا مما سيحدث في تونس الآن. يعني أنا هكذا أرى، يعني ربما آخرون أكثر تفاؤلا ويقولوا دعنا نرقص هذه الرقصة الأخيرة وخلينا نكون مجلس تشريعي وكذا ونمشيها في السنة ونص القادمين وإن شاء الله يكون خير. البعض يعتقد ذلك، أنا لست متفائلا باجتماعات تونس. لو كانوا جادين، هذه حقيقة أقولها، لو كان هؤلاء السحرة، هؤلاء الذين ذهبوا إلى تونس جادين فيما هم ذاهبون إليه، لعقدوا اجتماعاتهم في ليبيا، عند ذلك نستمع إليهم، عند ذلك نثق فيهم، عند ذلك نقول أنهم يتمتعون بالشجاعة الحقيقية. أما أن يهربوا ليعقدوا اجتماعا في فنادق تونس فهذا أمر مشكوك فيه. اجتماعات يجب أن تكون في ليبيا من ليبيين يعني صدقوا ما عاهدوا الله عليه، صدقوا لوطنهم، لا يخافون ولا يرعبون. ولكن تذهب إلى تونس وأنت هنا، حتى لما ترجع إلى بلدك وإلى مواطنيك لا تستطيع أن مواجهتهم، هذا أمر شكرا لا أقبله. شكرا جزيلا لك الدكتور صالح السيوي، أكاديمي مهتم بالشأن العام، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من مدينة مصراتة. لايف انتهى، إلى اللقاء.